السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا من صحيفة كتابات ونقرأ مقالا للكاتب عامر القيسي، قال فيه: من أسهل الكتابات في هذه البلاد أن ترصد مظاهر اللا دولة والحكومات الضعيفة والرؤساء ووزراء التزكية والتوافق السياسي. ستحار وأنت تكتب في اختيار الأمثلة التي تدل على أننا نعيش في ظل لا دولة بالمعنى الكامل والدليل القاطع. فنحن بحاجة إلى أن نثبت بأن دولة بلا سيادة دولة كل أجوائها مفتوحة ومباحة للغريب والقريب، ولا نعلم من دخل ومن خرج ومن استوطن ومن باع ومن اشترى بنا وبأرضنا ومائنا وثرواتنا وتاريخنا. ستحتار وأنت تكتب في اختيار الأمثلة التي تدل دلالات قاطعة على أننا نعيش عصر لا حكومة، أو إنصافا عصر الحكومات الضعيفة التي يسيرها الأحزاب والفاسدون والخارجون عن القانون. حكومات تتفرج على مهجرين كمهجري جرف الصخر منذ 9 سنوات بعد تحريرها من داعش الإرهابي. لم يستطع أي رئيس وزراء دخولها والتبصر بما فيها، بل ربما حتى أنها بقعة أرض عراقية غير موجودة حتى على دفتر ملاحظاته. حكومات تتطاير الصواريخ والمسيرات من فوق رؤوسها وهي لا تعلم ماذا يحدث ولماذا يحدث وماذا ستفعل. وعادة ما تكتفي ببيانات لا تفهم منها غير أنها ثابتة على ضعفها وعدم معرفتها بما يجري في الكواليس وخلفها وأمامها، وتصدر قرارات بشأنها لا يشتريها أحد بقرش. قلنا واستبشرنا خيرا بالسوداني فخيب فينا الآمال، وهو يطلق سراح الفاسدين ويمسد على رؤوس المسلحين ويرفع الدولار من 145 إلى 160، وأصبح اكتفاء العراق من الدولار 30 مليونا، كما هو قال إلى 200 مليون يوميا، وسبحان مغير الأرقام. إلى صحيفة المدى ومقال علي حسين، قال فيه: في العراق يملأ السياسيون حياتنا بالأكاذيب وبيانات التهريج، وفي سذاجة يومية يحاولون أن يحولوا الأنظار عن المآسي التي ترتكب بحق هذا الشعب المطلوب منه أن يذهب كل 4 سنوات صاغرا لانتخاب من يمثله طائفيا لا وطنيا. وبكل صلافة يتحول كثير منهم إلى محللين اقتصاديين وخبراء في شؤون الطاقة الذرية، وأحياناً فقهاء في لباس المرأة ومكياجها. كثير من هؤلاء يضحكون علينا في مواقف غير مضحكة، من عينة ما أخبرنا به الزعيم السياسي همام حمودي حين طالبنا بأن نشكر النعمة التي نعيش فيها بفضل الحكومة والأحزاب السياسية. لعل أسوأ أنواع العاملين في السياسة هم الذين فقدوا الإحساس بروح المواطنة منذ شهور، ونحن نتابع أخبار الدولار، وأخبرنا كبار المسؤولين أن هناك بعض المشاكل، وأن البعض يريد لنا أن نعيد الحياة إلى مصطلح شد الأحزمة. الحكومة تضيق صدرا بسبب حوالات بسيطة تصل إلى مواطنين وتحذرهم من التعامل بالدولار، فالدينار هو الضمانة، لكنها تتوقف عن مطاردة الذين ينهبون ثروات البلاد. البرلمان أخبرنا ذات يوم وبصريح العبارة أن الدولار لن يتحكم بنا وسنسحقه، لكن أزمة المواطن الذي يبحث عن لقمة العيش مع مصطلح ارتفاع الدولار مستمرة بنجاح، ونسبة البطالة تتضاعف والمخدرات تسرح وتمرح. من يقدر من حضراتكم أن يعرف لماذا يعيش 30% من العراقيين تحت خط الفقر؟ ولماذا في بلاد التريليونات نجد ملايين الأشخاص يحتاجون إلى مساعدات غذائية؟
أتمنى ألا تتهموني بالتجني على الكتل السياسية والبرلمان وأصحابه الأجلاء، فهذا جزء من تقرير دولي يحذر من انتشار الفقر في بلاد النهرين. إلى صحيفة الميثاق الوطني ومقال بعنوان الدوافع العقائدية لغزو العراق للكاتب وليد الراوي. فبالرغم مما روجت له إدارة الرئيس بوش الابن من مسوغات كاتبة لغزو العراق، فتارة أسلحة الدمار الشامل، وتارة أخرى علاقة العراق بتنظيم القاعدة وأحداث 11 من أيلول سبتمبر، ومرة أخرى نشر الديمقراطية، كل تلك المسوغات لم يثبت أي منها صحته، بل كانت ادعاءات باطلة ويختبئ خلفها هدف كبير. هذه الحالة جعلتني وغيري من الباحثين في الشأن العراقي، كما يقول الكاتب، نبحث وبعمق لمعرفة دوافع بل إصرار إدارة بوش على غزو العراق بل تدمير دولتنا. وأضاف الكاتب، لقد بات واضحا من خلال البحث والتقصي ومراجعة ما كتب عن الحرب، حيث ظهر أن الدافع العقادي وما يؤمن به المجرم بوش كان أساسا لغزو العراق. في أجواء حرب العراق في ذلك الوقت لم ينسى مؤرخون أمريكان أن يكتبوا أنها الحرب الصليبية الخامسة، مثل ما كتبه هاوارد تشو إيوان في إحدى المجلات الأمريكية المحلية بعنوان الحرب في الخليج بمثابة صدى للحرب الصليبية الخامسة التي جرت في الفترة من 1217 إلى 1221 ميلادية. ومضى الكاتب يسرد تاريخ هذه الحرب ووقائعها، ويحذر من أن الحملة الخامسة على العالم العربي والإسلامي أيام صلاح الدين الأيوبي قد فشلت بسبب انفراط عقد التحالف بين الفرنسيين والإنجليز وباقي الدول الأوروبية، وأن على التحالف الغربي القائم الآن في الخليج ضد العراق أن يستوعب هذا الدرس الذي قدمته لنا الحرب الصليبية الخامسة. يتضح حقيقة دوافع الرئيس بوش الابن في احتلاله للعراق عام 2003 أنها دوافع عقائدية دينية يؤمن بها مع قيادات في إدارته، أطر أهدافهم الإجرامية بأطر دينية يؤمن بها القلة من الشعب الأمريكي وكذلك الشعوب الغربية. وعند مقارنة نتائج غزو العراق مع الأهداف العقائدية يتضح بصورة جلية من أن تدمير دولة كان يحسب لها حساب في معادلة الصراع العربي الصهيوني، كان هو الهدف الأساس للغزو. إلى موقع عربي 21 ومقال بعنوان غزة التي كشفت انحطاط العالم. ذكر فيه الكاتب، إن أردت أن تفهم العالم المعاصر وتطبيقاته العملية في إدارة السياسات والصراعات وتطبيقه قواعد القانون الدولي واحترامه حق الحياة والحرية، ما عليك سوى متابعة ما يجري في غزة، وستكتشف أن كل ما سبق ذكره هو غناء كئيب في واد لم تسمعه البشرية، بل إن كل ما أنتجه العقل البشري من فلسفات عقلانية وأنوارية ليس سوى قوالب كلامية فارغة. وأضاف الكاتب، دعوا الوحش يخرج كامل غضبه، لا توقفوه ولا تعطلوه عن مهمته، أغمضوا عيونكم عن الضحايا، سايروا هذا الوحش وأكدوا له أنه محق في كل ما يفعل، ولا يجوز للفريسة أن تخدشه تحت أي ظرف. هذا هو حقيقة السياسات التي يديرها الغرب اليوم تجاه غزة. ما فائدة الحديث عن المجتمع الدولي الذي وقف عاجزاً عن منع مجانين صهاينة من ممارسة ساديتهم وجنونهم تجاه أكثر من 2 مليون من البشر؟ وأين السياسة في تصرف أولئك أصلاً؟ هل ينتمي ما يمارسونه للسياسة بأي شكل من الأشكال؟ ما فائدة الحديث عن مجتمع دولي ومجلس أمن وأمم متحدة لم يستطيعوا إنقاذ أكثر من 1 مليون طفل في غزة تدوسهم آلة القتل، بعضهم تم قتله
والآخرون ينتظرون دورهم، فيما ما يسمى المجتمع الدولي أو القوى الفاعلة فيه تتقاطر على تعزية بنيامين نتنياهو وأخذ خاطره وتقديم عروض الدعم بمختلف أنواع الأسلحة والقدرات الاستخباراتية، وبعضهم جاء يتفقد حاجة مخازن إسرائيل وتسجيل ما تتطلبه عمليات إبادتها لسكان غزة من ذخائر فتاكة وأسلحة ذكية وغبية. ما فائدة الرأي العام العالمي طالما هو مستعد لتصديق رواية مجانين إسرائيل وإغماض العيون عن المذابح التي تفقأ العيون وعلى الهواء مباشرة؟ إلى موقع الجزيرة نت نقرأ مقالاً بعنوان طوفان الأقصى وخلافات صناع القرار الإسرائيلي للكاتب محمود الرنتيسي. جاء فيه: لا يختلف اثنان أن عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر تشرين الأول هذا العام أحدثت صدمة هائلة في أروقة صناعة القرار لدى الاحتلال الإسرائيلي، سواء السياسية منها أم الأمنية والعسكرية وحتى الإعلامية. وقد ظهرت مؤشرات الخلاف والتخبط في عدة ملفات، منها الحديث عن الإخفاق الأمني والاستخباري والعملياتي، عامل خلاف أساسيا بين رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادة جيش الاحتلال، إذ يحاول كل طرف التهرب من تحمل المسؤولية وإلقائها على الطرف الآخر. وفي هذا السياق فإن نتنياهو يسعى لتحميل الجيش المسؤولية بحجة أنه لم تصل أي معلومات استخبارية تمكنه من اتخاذ القرار الوقائي. هناك خلافات كثيرة داخل أروقة صناعة القرار لدى الاحتلال تنبع من أزمة ثقة بين نتنياهو والقادة العسكريين والأمنيين. وفي الحقيقة هناك حالة تصدع داخل المؤسسات الإسرائيلية تتراوح من الملفات الاستراتيجية إلى الملفات الخدماتية المحلية، واستمرار هذه الخلافات قد يخلق المزيد من التحديات أيضاً لأنها تعرقل تبني سياسة واضحة. هناك جزء معروف من الخلافات بدأ قبل معركة طوفان الأقصى، وقد رأينا المظاهرات الكبيرة احتجاجاً على الإصلاحات القضائية التي رفضتها مجاميع من المؤسستين الأمنية والعسكرية. ثم هناك جزء منها مرتبط بعدم القدرة على التعامل بانضباط مع الصدمة التي حققتها عملية طوفان الأقصى، فضلاً عن الضغوط الخارجية التي تزيد من الخلافات بين صناع القرار داخل دولة الاحتلال. إن الخلافات الداخلية في أوقات المعارك لها تأثيرات سلبية على الجبهة التي تشهدها، فهي تضعف الروح المعنوية وتقلل من عملية الاستعداد للقتال. وعندما نتحدث عن خلاف بين الساسة والعسكر، فإن احتمال أن نرى قرارات خطأ في ساحة المعارك تتزايد، كما أن الخلافات تزيد من التردد وتزيد من إطالة أمد المعركة، وهو ما يعني مزيداً من التكلفة بأبعادها كافة. هذه مشاهدينا الكرام وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة.
هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. ونعرض مشاهدينا صوراً من وكالة الأناضول لأمهات غزة تكالى، ألم في الروح لن تمحوه الأيام. لا يقلن وداعاً، يدركن أن أطفالهن أكانوا أطفالاً أم شباباً، ملائكة وشهداء وأبرياء. لهم بيوت آمنة في السماء بعيداً عن آلة القتل وأصوات القذائف والموت الذي يهددهم في كل لحظة. يعرفن أن ملامح أبنائهم هدأت من هول الرعب. صمت في السماء حتى الغيوم لن تزعجهم، فقد خبروا أسى الحرب على الأرض وهذا يكفي. آن الأوان للقليل من السكينة، لن يقلقن عليهم بعد الآن. لكن الفراق صعب، بل ليس شيء أصعب في الدنيا من أن تفقد أم ولدها. قبل الختام مشاهدينا، فلنتابع معا المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
بهذا تنتهي جولتنا الصحفية في صدى الأقلام. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.